استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية سعادة السيد حسن بن خليفة الجلهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث رفع إلى جلالته تقرير البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 وقد أثنى جلالة الملك المفدى على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية واكد جلالته اهميه الحفاظ على المال العام ومراقبه سبل انفاقه وترشيده مشيدا العاهل المفدى بدور ديوان الرقابه الماليه والاداريه في اداء هذه المسؤوليه على الوجه الاكمل والحفاظ على استقلاليه عمله وبما يسهم في تحسين مستوى اداء وزارات الدوله ومؤسساتها تحقيقا للمصلحه العامه ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن. من جانبه أكد السيد حسن خليفة الجلاهما رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها الديوان خلال العام الماضي مشيرا إلى أن البيانات تعكس مدى استجابة الديوان لسياسة الدولة الهادفة إلى ترشيد المصروفات والحد من الإنفاق العام وافاد الجلاهما بانه قد تشرف بالاستماع الى توجيهات واراء جلاله الملك المفدى السديده فيما يتعلق بدوره في الرقابه على اموال الدوله والتحقق من سلامه ومشروعيه استخدامها وحسن ادارتها وترسيخ اسس الشفافيه في التعامل مع المال العام